مرافقتنا الخطوات شباب مازال مستمرنا من خلال برنامجكم أول خطوة، برنامجكم الشبابي 100%. اليوم كنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أول خطوة، واللي من خلاله هنكتشف رؤى مختلفة لطلاب معاهد السمع البصري ببلادنا. اليوم غنكونوا ضيوف على معهد مونديال ميديا واللي كيتواجد بالعاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. ضمير هو عنوان الفيلم اللي غنفتتحوا به حلقتنا اليوم، واللي هو من توقيع دنيا بشار ومنى بشار. نشوفه ونرجع لكم. عمل اللي كنلاحظوا جميع انه كينهل من الواقع المعاش، ربما احساس الطلبه بضروره تطويع الابداع في خدمه الشباب، خصوصا في مواضيع حساسه حرجه او بالاحرى نسبيا طابو من طابوهات المجتمع كموضوع السيده. الفيلم تخدم بتقنيه جميله جدا مركزه مليئه بالايحاءات. العمل الثاني لهذه الحلقه من توقيع سعيد مخلص واللي اختار ليه عنوان الصرخه المتاخره، شاهدوا جميع.
علاش تحلي يا مش حال شربتي النور من رسمتي على وجهي الضحكة من اللي بكيت مقهور يلي كل ما ظلمت عليا الدنيا كنتي النور عليك نكتب بالصوت. قالوا لي ولد حمري يلقوا عنده 400 غرام الباب شافها مصفطة والدي بواحد عامين او شي ويلي اصلا قلبي راك تشوف الصباح يلا مشي نتقدوا شي طريفه مع الطاباش صوبنا شي جوا من هذيك ديال البارح حلوا عينينا اصلا او بالعما صاحبي اللي كان راك ميت انا وياك البارح عندك شي لعيبه نديروا شي فشي اش غدير بلاتي نشوف شي الله يعفو عليا من هاد البلاد اما القرعه دايره هز عليا ببالي وعفو عليا من هاد الحبسه ديال ولي شي مدوره تينا. واش غادي نقول لك اوليدي انا بغيتك غير تكون راجل وتقد براسك ودير لك خدمه بحالك بحال الناس. كنتي راجل وغنبقى راجل وغنموت راجل. كنتي في اللي مشى من الدار هذا تلبقي فيا انا كنت بغيت مع وليدي باش نشري بهم الدواء على الكحبه قتلاني تي جا العشا ديال والو هاد العشا ديال المشاش انا مش انا كاين وليد تخافش حوايج يلا الحمد لله غير ملي طاحي راه طاح لي صندوق عامر هو اللي طايح وغيب وما بقاش قادر يزوج اجي دخلوا يرتاح شويه بعدا Thank you.
ارتاح شويه الويت مع حساسك. ارتاح انا اضرب حتى وراه شعر الويت. ما يكون باس اخويا راه قالوا لي ولد الدرب صحيح. خويا ما تشوف باس وفين مسالي باش ينحطوا شي قرايه عشد السوق. واش انا اخويا تنقول لك الواد مريض وجيت خويا حطوا شي قرايه واش حتى شويه صافا؟ تشبوك انا غندعي معاه ما فيها والو اصاحبي. وانت واخا ما تدعي معاه ما يدعي معاك تدعي مع روحك اخويا عطيني انت ساعه اخويا. شما غادا تشكعك علينا دابا اصاحبي. انت عرفتي غادي يرحبس هاد الهضره انت شاد كار الله خويا اللي بيناتنا خويا. ها هو خويا. لا السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوا الوليد شويه شويه لاباس. الله يرضي عليك اولدي. بات لي الدنيا مرونة الوالد ما جاتش ام عائشة؟ لا ما جاتش. نوض نجمع ساعة ولدي يلاه جيتي من الخدمة حتى النهار كامل وانت واقف زيد عاوتاني في الكوزينة. والوالد ما تقولش لك الوالد انا دابا غنطيب لك الطاجين اللي كتبغي. الله حط هذاك الشيء وجي ندوي معاك الله يرضي عليك. واخا الوالد الله يسمعنا خير. لا سوي انا الوالد دابا نصحتي ما بقاش هي هذيك انت وليتي قاد على راسك وخدام في هاد الشركة قايم على شي بنت الناس تزوج بها وبغيت نفرح بيك قبل ما نموت. الله يطولنا في عمرك الوالد يكون على خير. انا كنت باغي نقول لك شي هضره الوالد نيت ما بقيتيش بالي تتنوض الوالد وما عايشه مسكينه راها مسخسخه معنا كطيب لك غدات بصح الميده وانا اصلا في خدمه كنت كل مشوش عليك الوالد. ماشي مشكل انا بغيت نفرح بيك فاش فكرتي بحال هكا يا شي هي عندك شي وحده يكون خير الوالد. عندك اليوم تسامح لي الوالد على داكشي كامل اللي كنت كندير لك الوالد. عارف راسي مسخسخك معايا وعارف راسي اش كنت كندير لك الوالد. الوالد راه الشيطان وراه كيعارف الوالد. اسمح لي يا الوالد جيت كنطلب منك المسامحه اليوم الوالد. الوالد انا عارف راسي عزيز عليك داكشي اللي جيت نطلب منك السماحه الوالد. الوالد 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 كندوي معاك الوالد جاوبني الوالد. لا ولدا موضوع اخر اللي كيهم الشباب ومشاكلهم وهو موضوع المخدرات واللي تناول هنايا بطريقه بسيطه مش شبابيه محضه.
الثالث عمل في هذه الحلقه كيحمل عنوان الكابوس او لو كوشمار، وهو من توقيع طالب كريم مالكي. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. صافا الو علي، اش ما جيتش الصباح؟ اخويا بقيت نحس. اش بالك تمشي معايا في عشيه انا وزين نلقاو هاد الشيء؟ واخا مي الا جابت تي تي زاديل صاحبتها اكون هاني عصا. يا علي علي دوست غدا. خير الواليده اش من صباح الجوج هادي؟ دوز دوز تغدى. لا الواليده ما قادش، هانتي عطاني غير واحد 100 درهم خاصني نشري واحد الكتاب. العام سالو الكتاب ما بغاش يساليو. هاك انت راه ما كتعياش من الفلوس. الله يحفظك الواليده. واجي كون لك شويه. لا لا معطل معطل وبك ما جاش حتى بغيتي تاكل بالناقص كاع من هذا الغدا. عرفتي شنو عيط لي نزار قبيله وقال لي مشي عندهم قهوه تشرب شي معايا؟ وبلا صاحب شير اليوم دايره مع سمير. لا لا سمير خليه يمشي دابا انا الاولى. اوكي مليح صافا بدا الحمد لله. واش شي زايا صافا فين ما تدريش واش معاك؟ ويلا صاحبي راه عطني حتى شي بلاتي شي خمسه البواط. والله ملي عرفت غادي تجي وزين فرحت بزاف حيت انت اللي كاين عندك الناس. ميرسي ربي يخليك كلشي كيقولها لي. سمحي لي الو الوليد خرجتي من المدرسه ولا مازال؟ الوليد انا دابا راه كنراجع مع الدراري. واجي دغيار باش نوجد لباك العشاء قبل ما يجي البوطه سالات. ولا الوليد صافي انا بعيد. خويا عادي حسيت العشيه هادي الدراري خصهم يمشيو. صافي دغيا سخيت وغينا. ولا سي با بوسيبل خصنا ندخلو لدار بكار عاود عمر ان شاء الله. ايوا انا كان على هاد الحساب. الو يا خويا ياسر وانت فين الصاب؟ انا يلا لقيتيني غنطلع الدار. وانت؟ انا معاك ما مقصرين جدنا صاحبي. اوكي واخا يلا نجي. الولد عندك خصك تهضر معاه ما بقى باغي يتسخر ما بقى باغي يدخل للدار نهار كامل هو ضايع. هذاك راه البشوش ديالك انا ما حلتي الخدمه ما حلتي للدار.
سين بغيت نعطي راسي فين؟ خويا علي هذا دخل دخل برك الله يحفظك اخويا عثمان زين زين اخويا خويا شي كاس بس ويلي الوحداني ديال الصباح والدري مازال مرجعش. شحال الساعة الدري؟ الوحداني دري شغال الله وتحطمت مشي للدار الحمد لله كنت كنحلم قصة ممكن تكون بسيطة في تقديمها لكن اللي كيشفع على الطالب هو هذيك الفرصة اللي عطى الشباب في التفكير في حياتهم بطريقة إيجابية أكثر لأن فرص الحياة قليلة لازم نفكر فيها بطريقة إيجابية العمل الأخير ديال حلقتنا اليوم كيحمل عنوان فرحة اللي هو من توقيع ليلى البهاج وزهيرة المحف كنتمنى لكم فرجة ممتعة مسكينة تقلقات وبكات ومن الدار خرجات جيت وفرحت بوريضة لبراء القيت فادي الفتاة وبان في عينيها الرضات وعند ميمتها رجعت وفي أحضانها ترمات الحمد لله شويه ديال البن فيه الخير والبركه وحيت كاين اللي محتاج كثر منا هاد الام رجعات وبشي بركه سخات وهي غير بركه قليله وعندها هاد المره بزاف شويه هاد الخضره دخلت بيها الفرحه على خويا وعليا
حيت السخاء ما كيوقفش هنا، مهمتي ما كتنسى حتى محتاج. وحتى اللي شاط مضى مهمتي الحبيبة ديما فوق راسي تاج. فكرة أن الحياة دائرية وأن ذاك الشيء اللي كان زرعوه كان حصدوه هي الفكرة اللي ناقشها الفيلم من خلال تقديم البطلة. الفرحة بسيطة جدا لكنها الفرحة رجعت لها بسرعة كبيرة. حلقتنا اليوم وصلت نهايتها، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا بالخطوات الأولى لهذا الشباب. أما احنا موعدنا بكم غير جدد الأسبوع المقبل على نفس القناة ونفس الموعد، خطوات جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.